اوكي شكرا شباب. طيب رح نبلش من اي سوره؟ سوره انا مع رجال الحاره. طيب انتم تعرفوا مين هدول الشباب؟ مفهوم؟ اوكي لا لانه سالت يعني شباب قالوا انه لا انا ما بعرف مين هدول ولا اخري فاستغربت شويه. طيب انا عملت دكتوراه مسلسلات سوريه بالشام. يوم ما يعني يوم من الايام انا كنت في تصوير باب الحاره سوري باب الحاره جي لي في اسبري تصوير باب الحاره بالشام مع رجال الحاره. فشو صار لي؟ اجى واحد صحفي من ام بي سي، طبعا ام بي سي شركه المنتجه تبع باب الحاره، فقال لي يعني انت اجنبيه شو عم تعملي هون؟ ممكن بحكي معك يعني شيء كلمه نعمل شيء مقال؟ قلت له ايه ما في مشكله. فجلسنا حكينا الى اخره، بعدين هو صورني مع رجال الحاره، قلت له ما في مشكله. بعدين راح كاتب المقال ونشر على الموقع mbc.net. طيب انا رحت البيت بعد شي ساعتين اجاني تليفون، كان مخرج سوري كثير معروف وقال لي وزعلان على فكره زعلان جدا مني. قلت له يعني ليش زعلان انت؟ هو قال لي طيب دونا انت عم تقولي انه انت عم تعملي دكتوراه صناعه دراما بالشام وبسوريا كلها، طيب ليش انت موجوده بتصوير باب الحاره؟ كل العالم عم بيقول انه انت عم تدرسي باب الحاره بشكل خاص وليس فقط ليس صناعه الدراما السوريه بشكل عام. قلت له لا هذا كذب، انا عم بحاول يعني بدرس كل شيء اللي موجود. بعدين اوكي اجاني ثاني تليفون، ثالث تليفون، ممكن 20 تليفون، ممكن 30 تليفون، نفس الكلام. طيب انا سالت لاخر واحد طيب ليش يعني انت وين شفت هذا الكلام؟ كيف عرفت انه انا عم بشتغل بشكل خاص عن باب الحاره؟ هو قال والله مشهور بكل مكان، يعني فوتي على الانترنت شوفي شو موجود. ففتحت الانترنت لقيت المقال تبع ام بي سي بمليون ويب سايت، وطبعا مو نفس المقال، كان مقال مقرصن اوكي، كان مكتوب مثلا الانسه دونا اجت على سوريا بسبب رجال الحاره او يعني فاس كان في شيء قل وقل. وصورتي طبعا مع رجال الحاره مشهوره بكل الويب سايت وطبعا بشكل مقرصن اوكي. فكان اول مره انا التقيت بهدول الاخ كوبي والاخ ثاني بيست كوبي كولي يعني. طيب انا ما كان عندي فكره يعني طبعا انا بعرف شو يعني كوبي بيست، بعرف شو يعني كوبي كولي، بس ما كان عندي فكره يعني ما كان عندي تجربه سابقه على الموضوع، فصرت عرفانه شو يعني كوبي بيست. طبعا صرت عرفانه انه ثقافه الكوبي بيست بالعالم العربي كثير كثير منتشره للاسف الشديد. على فكرة دول الشابين الكوبي اند بيس عم بيقولوا مثلا واحد عم بيقول انا عندي فكرة، ايه الثاني عم بيقول طيب حلو كثير شو هي؟ ليتس كوبي، ايه يس ليتس كوبي. فأنا تعلمت يعني درس كثير مفيد من باب التجربة الشخصية تبعي انه هذول الاثنين عم بيقولوا كل شيء مظبوط اوكي، حتى القصة بعدين. انا كمان بعرف وهذا يعني من تجربتي بالعالم الغربي انه في واحد زلمه اسمه مستر كوبي رايت اوكي. مستر كوبي رايت واحد بالعكس يعني هو عم بيقول يعني مثلا سيدي يعني مستر كوبي رايت ممكن سؤال؟ ايه تفضلي. ممكن عم بستخدم شويه الغنيه؟ لا لا. طيب سؤال ثاني اذا ممكن. اوكي تفضلي. طيب ممكن بستخدم شويه يعني هذا البلوك بوست؟ لا. طيب ممكن بستخدم شويه هذا يعني ما بعرف شو هذا الكتاب اللي موجود؟ لا 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 لا. يا هو عم بيقول دائما لا. ففي عنا اثنين هلا صرنا ثلاثه، الاثنين كوبي بيست هون عم بيقولوا كل شيء كل شيء ممكن، والثاني بالطرف يعني بالتطرف بشكل مختلف عم بيقول لا ما فيك تعملي شيء اوكي.
فهذا المنظر اللي كان موجود قدامي قبل استكشاف كريتيف كومنز. هلا كريتيف كومنز او الشع الابداعي مثل ما نقول بالعربي عباره على مجموعه، اوكي؟ اذا صورنا انه الاثنين كوبي اند بيست سوا عم بيقولوا everything is possible، ومستر كوبي رايت عم بيقول nothing is possible. نحن بالنص وفاميلي على فكره، يعني مجموعه. مجموعه يعني مثل كل العائلات موجوده بالعالم كله، في واحد مثلا قاسي شويه ممكن الوالد بالفاميلي عم بيقول اوكي، في البنت تقول ابي ممكن بخرج شويه من البيت، يعني بعمل شيء مشوار، ايه ممكن فيكي تخرجي، بس يعني يا ريت ترجعي على ما بعرف الساعه 10 والساعه، يعني في مفاوضات شويه، ما بعرف في ايطاليا اكثر بس ممكن هون، يعني ما بعرف المهم الاب بالعائله ممكن هو بيقول اوكي، يعني في مفاوضات بين الاثنين، اوكي؟ ممكن الام لانه هي يعني عم بتحب كثير اولادها، ممكن هي يعني تقول اوكي حبيبتي اخرجي من البيت بس لا تحكي مع ابوكي لانه هو كثير زعلان مني الى اخره. فنحن هيك يعني عملنا فاميلي، يعني فاميلي طبعا فاميلي نحكي على المستوى القانوني، كريتيف كومنز هي مؤسسه او عباره عن نظام اللايسنسينج مفتوح، ترخيص مفتوح ما بين قوسين، لانه مو مفتوح يعني مو مفتوح بدون شرط، يعني طبعا دائما في شروط، اي شروط اللي موجوده. فمثل ما حكينا هون الام موجوده، يعني هي تقول كل شيء ممكن بس في شرط وبس، اوكي؟ اتريبيوشن سافادير كو، يعني انه اذا بدك تاخذ غنيه مثلا، غنيه اللي عملتها انا مثلا، اوكي فيك تعمل هيك إيه؟ بس يا ريت تذكر اسمي لانه انا خلفت الموسيقى. بعدين في درجات، يعني الكريتيف كومنز بتمشي بشكل تدريجي مثل ما شفتكم هون، في هوم هون والاب هون، الاب بيقول اتريبيوشن نون كوميرسيال نون ديريفاتيف، يعني سافادير انه اوكي لازم تذكري الاسم للمؤلف الاصلي، لازم تستخدمي العمل بشيء يعني بشكل غير تجاري، وما فيك تعمل اشتقاق، يعني العمل دريبي دو ترافاي اوريجينال. فاي عباره مجموعه من اللايسنسين. هلا حبيت فرجيكم فيديو، اوكي؟ هذا الفيديو منتج من كريتيف كومنز قطر، بعدين بحكي شويه عن الستركتشر تبع كريتيف كومنز في العالم العربي. يزخر عالمنا العربي بالعديد من المبدعين والمفكرين الذين يمكنهم إلهامنا بإبداعاتهم في مجالات متنوعة كالكتابة والفن والموسيقى والأبحاث وغيرها. مثل هذه الإبداعات تعتبر كنزاً يجب مشاركته مع العالم. يوجد الكثير من المبدعين الذين يرغبون في مشاركة أفكارهم حتى يتمكنوا من تنميتها وتطويرها. ما أروع هذه المقالة، هل يمكنني نقلها؟ يا لك من فنانة، هل يمكنني استخدام مقطع من ألحانك؟ لقد ألهمني عملك الفني وأود نقله في مدونتك يستمتع به العالم. كم أنت عبقري، أيمكنني استخدام هذه الوصفة؟ وبفضل الإنترنت أصبح ذلك ممكناً، ولكن نجد أحياناً أن صرامة قوانين حقوق الملكية قد تقف عائقاً في طريقهم. تعرف على المشاع الإبداعي، فهو يشجع المبدعين على التعاون ومشاركة أعمالهم مع الآخرين، وهكذا يمكننا معاً الاستفادة مما يوفره الإنترنت من طاقات وإبداعات وأفكار وتنمية روح الابتكار والتشجيع على تبادل الخبرات والثقافات، وبهذا نساعد على زيادة وتنمية المحتوى الرقمي للوطن العربي. يقدم المشاع الإبداعي سلسلة من التراخيص وأدوات حقوق الملكية المحمية بموجب القانون، ويوضح أيضاً كيفية نسب الأعمال ومشاركتها مع الحفاظ على حقوقها. ما هي التراخيص؟ هذه العلامة تسمح باستخدام العمل طالما يتم نسب صاحبه الأصلي. كيف تريد أن يعرفك الآخرين؟ ها؟
هذه العلامة تسمح بنشر وتعديل العمل، لكنها تمنع استخدام العمل الإبداعي لأغراض تجارية. هذه العلامة تعني أنه بالإمكان استخدام العمل كما هو دون إمكانية التعديل عليه أو دمجه ضمن أعمال أخرى. أما هذه العلامة فتسمح بتعديل العمل وتوزيعه مع ضرورة الالتزام بشروط الترخيص المتعلقة به، والالتزام بهذه الشروط في الأعمال المقتبسة والمشتقة من العمل الأصلي. كيف يتم الحصول على ترخيص لأعمالك؟ سهل جداً. قم بزيارة www.creativecommons.qa أو www.creativecommons.org، ثم اذهب إلى قسم التراخيص وأجب على بعض الأسئلة المتعلقة بكيفية مشاركة أعمالك. هل تسمح بالاستخدام التجاري لعملك؟ هل يمكن التعديل على العمل الإبداعي؟ اختر الرخصة التي تريد، ثم انقر على زر الإرسال ليتم الحصول على رمز الرخصة التي من الممكن أن تنطبق على أي عمل رقمي. أصبح الآن بإمكانك مشاركة أعمالك بشكل واسع وموثوق مع ضمان حفاظك على حقوقك الفكرية. يمكنك أيضاً البحث عن أعمال أخرى مرخصة في المشاعر الإبداعي. إنه لمجتمع عالمي متكامل. شارك أفكارك ليكتشفها العالم بأجمعه، لتساعد على فتح إمكانيات هائلة في العالم العربي. Creative Commons. فبدي أحكي نقطة مهمة جداً، هي إنه Creative Commons ليس فقط يعني عبارة عن نظام ترخيص مفتوح بين قوسين، بس عبارة عن مجموعات يعني أفراد أو communities، يعني شباب منكم أنتوا ناشدين جداً بمجال الإبداع بشكل عام. مثلاً في مجال البلوغينج، في مجال الفن، في مجال الموسيقى، في مجال الإدوكاسيون، يعني في أكثر من مجال موجودة فيه الإبداع. فنحن يعني كريتيف كومنز يعني تكنيكال سبيكينج هي رخصة، أوكي؟ بس طبعاً نحن نشتغل بالعالم العربي عن نقطة كتير مهمة، اللي هي نقطة متوازنة ما بين حق المعرفة وحق المؤلف. اوكي، فإذا نرجع شوية لأول سلايد هون، يعني مين كان في هون؟ ليس الكوبي رايت. اوكي، حق المؤلف هون، اوكي، بيمثل مستر كوبي رايت، يعني all rights reserved، طول الدواء ريزيرفي. هناك كان في الأخوين كوبي بيس، يعني هناك في يعني public domain، إنه كل شيء ممكن، كل شيء ممكن أن تأخذ فيه، كل شيء يعني موجود. أوكي، نحن بالنص، مثل ما حكيت قبل، إنه نحن بالنص، يعني بدنا نعمل شيء يعني اللي هو يعني توازن ما بين حق المؤلف الأصلي لأنتج العمل، ومن طرف الثاني نحن نعرف إنه الإنتاج أو الابتكار بشكل عام ما إجي هيك، يعني إجي من الماضي. فيعني من الصعب جدا الواحد اللي بده بيعمل شيء عمل ابتكاري عم ببلش هيك من مكان يعني فاضي اللي فيه فراغ. أوكي، فلازم كمان لازم نشوف يعني كيف ممكن نعمل كومبينيشن بين الاثنين. أوكي، ولقينا مشان هذا الموضوع لقينا شباب يعني مجموعات بالعالم العربي كثير مهتمين بالموضوع. مثل ما قلت، اذا في انتاج وبالعالم العربي في انتاج فظيع، انتم ما شاء الله عليكم عندكم يعني اول شيء لغه كثير جميله وثقافه كمان جميله، وبعدين عندكم موسيقيين مثل الفنانه اللي شفناها هلا على الستيج، عندكم يعني الامكانيه موجوده اوريدي. بس حتى الان كان في للاسف شديد ثقافه الكوبي بيست كانت كثير موجودة ومنتشرة بالعالم العربي. ومن طرف الثاني يعني مستر كوبي رايت هو كان يعني مسيطر على كل شيء، وخاصة بمنطقة من مناطق هون بالعالم العربي، لأنه يعني نتيجة الضغط اللي بيجي من برا طبعا، من أوروبا وأمريكا. فنحن حاولنا يعني نعمل شيء يعني مشكل أو متوازن بين الاثنين، ولقينا كثير اهتمام. عملنا نحن كمؤسسة نعمل كثير شغلات في العالم العربي. أي بس مثال، يعني مثلاً في 2010 عملنا سلسلة إفطار بالعالم العربي، أي صورة من الإفطار اللي صار في الشام. بس عملنا إفطار بعمان، عملنا إفطار بالقاهرة، بالدوحة،
ببيروت إلى آخره، وإن شاء الله قبل رمضان الجاي نعمل شيء هون بالجزائر يا ريت. بعدين في عنا مثلا سي سي سالون، إن شاء الله بكرة نلتقي مع الشباب الفنانين المبدعين ونحكي بالتفاصيل عن هذا الموضوع. فعنا سلسلة الإيفنتات والمؤتمرات عبارة عن نشاطات إنتاجية، يعني نحن نشجع الفكرة المحتوي باللغة العربية وإنتاج الفعلي، وبعدين حماية الإنتاج. بس أول شيء لازم نبلش من الإنتاج، إذا ما في إنتاج ما في حماية، فمستر كوبيرايت ما بيشتغل إذا ما في إنتاج. أوكي؟ فأي يعني إذا بدكم يعني في عنا يعني أكثر من ويب سايت، هلا نحن موجودين من ب 70 بلد بالعالم كله، وهون يعني بالمنطقة العربية في عنا كوميونيتيز في لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، تونس، يعني أكثر من بلد، وإن شاء الله قريبا هون في الجزائر إذا في اجتماع. فبس بدي أحكي آخر نقطة هي إنه بدنا نعمل شيفت من الكونسومشن كالتشر إلى الكريتيفيتي كالتشر، بدنا نشجع الفكرة تبع الإنتاج الأصلي. فآخر شيء don't be afraid to be yourself، يعني ما تخاف، أنتج شغلات، غني، اكتب، وبعدين شارك. أوكي؟ شكراً، إن شاء الله عجبتكم.